أنا عندي هون، لاحظ لما أحرك جهة واحدة ما بغير أي سكيل. هذه المشكلة بتصير لما أكون في عندي إعدادات للأداء، وشوف بيطلع لي وورنينج قبل اللون الأصفر تحت على هون على هذا البار. فهذه المشكلة بتصير لما يكون في عندي إشي بالسيتنج تحت الأداء. دبل كليك عليها وبرجع ريسيت تول. شوف هلا صار ياخذ ارقام. اوكي هلا بقدر اكمل الشغل بالشكل الطبيعي، مش مشكلة. اول اشي حتكون على شكل سكواش، خلنا نبالغ في شكله. اوكي حرف الاس، وبعدين بعد 2 فريمز حيكون شكلها بطريقة مختلفة، حتكون طويلة. اول شي نصغرها عشان تكون ما يغير السكيل تبعها كامل، ولكن اللي صار انه الحجم بدل ما يكون صار بالعرض صار بالطول. اوكي عشان ما يغير اي شي. انا عندي الاوتو كي طبعا شغالة، فما بلزمني احط كي فريم. شوف كيف هاي البداية الصح، هذا اللي بدنا اياه. طبعا في بحركتها مشكلة بسيطة اللي هي الترانسليت واي. لا، في عندنا بالترانسليت شكل ماخده هون مو بالطريقة الصح، هذا الفريم ما بدنا اياه. فهلا لما عملت انا اوتو كي ما بدي اكبس اس على الكيبورد، وبالتالي ما راح يطلع لي اي كي فريم انا ما بدي اياه في الاماكن اللي ما بدي اياه. شوف هيك صار الشكل احسن شوي. اوكي هلا في عندي ترانسليت واي، بشوف وين في عندي قمة الارتفاع اللي هو هذا المكان اللي هو فريم رقم 12، وراح اعمل العملية عكسية. اول شي الروتيت راح اخليه تقريبا مستقيم او 100% بالارقام، ولكن اوكي. والسكيل بالطريقة هاي، واكبرها اكيد عشان ما اخسر الحجم تبعها، ولكن تكون على شكل سكواش. اوكي بهاي الطريقة صارت عندي الكرة ترتفع في هذا الشكل. ترى هاي دروس الكرة بتغلب شوي، ومرات بتحسوها مقيتة، ولكن فيها فايدة كتير لازم نعرفها، لازم نتعلم عليها. اوكي في قمة الارتفاع صارت سكواش، والروتيت تبعها قبل حيكون عندنا قبل وصولها حتكون بهذا الاتجاه، وبعد نزولها اوكي بفريمين حتكون بهذا الاتجاه. صارت عندنا اوكي بهذا الشكل. الآن عند وصولها للأرض حتكون الروتيت تبعها بهذه الطريقة، ونزيد عليها اللي حكينا السكواش، نطلعها لفوق قليلا. الآن قبل وصولها بفريم أو فريمين راح أصغر حجمها وايد، وأزيد ستريتش تبعها. خلني أغير مكانها، أرفعها للأعلى شوي، السكيل قليلا. اوكي والاتجاه اوكي. بهذه الطريقة صارت عندنا الانيميشن. اوكي شوف الان عندي الكي فريم بضل ياخد هنا ستيبت. فانا عشان احل هذا الموضوع، الموضوع سهل كثير ولكن حله، خلنا كل اول شيء كل الفريمات عنا على شكل فلات، وبعدين من قائمة من هون في عنا سيتنج تبع الانيميشن من هذه الاداة اللي هي البريفرنسز، اللي هي من نروح على ويندو سيتنج بريفرنسز بريفرنسز، ومنها في عنا السيتنج، في عنا الانيميشن، في عنا لينير وستبد. هاي حطيناها لما كنا بدنا نشتغل بالكاركتر انيميشن، ولكن الان خليها نشتغل على الفلات، وبعديها لما نرجع على الكاركتر انيميشن بنعملها ستبد. انا الان بدي اعملها الديفولت ان، راح اعملها فلات، والاوت راح اخليها فلات في هذه المرحلة، وسيف. اوكي صار الشكل عندي انسب. هلا ترانسليت واي، عند وصوله الأرض
راح اعمل فيها السكيل سكواش في هذا المكان بس بدون اي كي فريم، لانه مباشرة ما اخذ الاوتو كي شغالة. بقدر وهي بهذا الشكل. اوكي خلنا نكمل. وهي فوق في الاعلى راح اعمل الانيميشن زي ما كان بالمكان اللي فوق، اللي هو راح اصغر السكيل. لا اوكي هون راح تكون سكواش، ولكن قبل بفريم واحد مثلا او تو فريم راح اعملها اصغر، راح اعملها سكواش ستريتش، راح اعملها بالاتجاه في هذا الاتجاه. اوكي وبعد تو فريمز راح اعملها بالاتجاه المعاكس وفقط. اوكي عند قمة الارتفاع راح اعملها المضغوط اللي هو سميناه سكواش، راح الروتيشن شوي اعدل عليه عشان تكون تقريبا بشكل مستقيم. الان في عندي شكل الانيميشن. اوكي نعدل نكمل الشغل عليه بنفس الطريقة. عند قمة الارتفاع راح يكون بهذا الشكل، قمة الانخفاض راح يكون بهذا الشكل مع روتيشن. اوكي وقبل فريم واحد راح تكون الان طبعا الانيميشن بالكرة بالشكل الواقعي بالحياة الواقعية قبل انتهاء الحركة فيها برجع شكلها او بتصير السكواش والستريتش بشكل اخف. كيف خلني اخفف الموضوع قليلا عند الانخفاض. اعملها قليلا من انا هلأ هون بالمرحلة هاي. طبعا الشغل عشان يتعدل 100% بده وقت كبير صراحة، فانا بدي اورجيكم فكرة بس بهذا الدرس والدرس اللي بعديه عشان نبدأ بالكاركتر انيميشن عشان ما نتأخر عليكم بالموضوع المهم اللي احنا شغالين عليه اللي هو الكاركتر انيميشن. اوكي هون عند قمة الانخفاض بترانسليت واي ممكن اكبس اس على الكيبورد عشان ياخدها يضلها بهذا المكان، وعند اخر شيء اخر نزول الها اكبس اس، او لا خلي شكلها يرجع طبيعي نوعا ما. هون المفروض انه يكون شكلها تقريبا بالرقم واحد في كل الاتجاهات. ومكانها وحجمها النهائي هنا. الآن في ارتفاعها فوق في قمة الارتفاع راح اعملها قليلا من سكواش. وعند بداية النزول ستريتش بنفس الطريقة، الحجم والاتجاه والشكل. اوكي وقبلها حتكون عندنا طبعا انا مبالغ بالسكواش والستريتش، ولكن المفروض انه اخليهم انسب من هيك. بدها الانيميشن شوية تعديل، ولكن بالشكل النهائي صار في عندنا حركة نوعا ما. الآن في هاي المرحلة لما توصلها حتبدأ معاك الشغل الحقيقي اللي هو تعديل الحركة. أنا رح أبدأ أول شي بالترانسليت واي. كل الكي فريمات الزيادة أو الكي فريمز الزيادة والمكانهم مو مظبوط، لازم تروح وتعدل عليهم وتعدل على أماكنهم. ممكن هدول أنا أعملهم ديليت، لا خليهم لأنه ترانسليت واي حركنا بمكانهم.
في الأماكن قبل وصول الكرة للأرض. أوكي، فبالتالي بدي أعدل عليهم. هذا translate x ما حركنا فيه أي شيء. translate z هذا ممكن أختار كل كي فريمات. translate z شوف اللي هو اتجاه الكرة من وإلى، ما راح يأثر كثيرا، خليه الروتيت عندنا. لو كبسنا اف شوف شكله مو مزبوط، بدك تعدل كل كي فريم على حدة عشان يكون بالشكل المزبوط. ممكن اختار كل الكي فريمات اللي بالوسط، اوكي كلهم هذولا ما عدا اول واحد واخر واحد، واختار مثلا طريقة البلاتو هاي بدل الفلات وكذا. في عنا بلاتو بلاتو هاي كلاوند، لا هاي بلاتو، اوكي بلاتو هاي تعطيك شكل انعم للحركة. هذا في عنا كمان كي فريم ما اخترناه معانا، بس شيفت واختاره بلاتو كلهم حتلاقي في شكل. اوكي الان شكل الانيميشن بشكل عام للروتيت واي مو مزبوط، يعني شوف في هون روتيشن زيادة في هون اقل. هذا عشان نعدلهم بدك تصبر على نفسك وتيجي على كل كي فريم وتختار شكله. ان شاء الله انا بالدرس القادم راح اعدل فيهم، راح ابدا من هون تماما، ولكن الوقت عندنا انتهى، راح ابدا بالدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عمر قنديل من دوت ان سبوت.